في عام 1894 أصدر الكاتب الإنجليزي روديارد كيبلينغ مجموعته القصصية كتاب الأدغال أو جنجل بوك، اللي ظهر فيها موغلي فتى الأدغال اللي أصبح شخصية محبوبة عند الأطفال بسبب طيبته وقدرته على التكيف. لكن في الحقيقة الأطفال اللي مثل موغلي أو ما يطلق عليهم الأطفال الوحشيين نادراً ما يندمجون في المجتمع، ونموهم العقلي يتأخر بسبب عدم توفر الرعاية والتعليم المناسبين. وتلك كانت حالة الطفل الفرنسي اللي عثر عليه في عام 1798 وكان عمره حينها 12 عاماً، حيث عاش طوال حياته في البرية متحاشياً التعامل مع البشر. اعتقد الأطباء اللي فحصوه لأول مرة أنه ربما كان أصماً وأبكماً، لكن بعد الفحص الدقيق اكتشفوا أنه كان يتمتع بصحة جيدة، لكنه لم يتواصل في حياته مع أي شخص، ولذلك ما كان يتكلم. ظل الطفل مهمل إلى أن تولى حالته طبيب شاب يدعى جان إتر اللي سماه فيكتور، وحط له خطة لتعديل السلوك وتعليمه كلمات تساعده في التفاعل مع المجتمع. ورغم أنه ما كان معروف آنذاك السر وراء عزلته، إلا أن الطفل فيكتور استجاب لخطة الطبيب وتعلم الكثير من العبارات، وحتى أنه قبل ببعض التقاليد الاجتماعية. وبعد مرور قرن من ذلك الوقت ربط العلماء بين أعراض حالة الطفل فيكتور وبين ما يعرف الآن باضطراب التوحد أو أوتيزم ديس أوردر. مرض التوحد أو أوتيزم هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسمى باللغة الطبية اضطرابات طيف التوحد أوتيزم سبيكترام ديس أوردر. هذا المصطلح ظهر في عام 2013 وضم مجموعة من اضطرابات النمو العصبي. وتظهر علامة التوحد عادة في مرحلة مبكرة في الطفولة، حيث تضطرب يعني قدرات الشخص في التفاعل والتواصل مع الآخرين، لكنها تختلف في يعني حدة أعراضها من مريض لآخر، بداية من ضعف التواصل إلى سلوكيات تكرارية وتفاعل غير طبيعي مع المؤثرات الخارجية. تقول الإحصائيات إن طفلاً واحداً بين 68 طفل في أمريكا يصاب بالتوحد، وأكثر من 1% من سكان العالم بهم توحد. يواجه المصابون بالتوحد صعوبات وتحديات في فهم العالم المحيط بهم، وأيضاً في فهم أفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم. فالعالم المحيط بالمصاب بالتوحد يبدو له وكأنه فيلم رعب، ويجد بعض الأصوات والإضاءات وحتى الروائح ومذاقات الأطعمة يجدها كلها تجارب مخيفة بل وأحياناً مؤلمة. لذلك لما يحصل تغير مفاجئ في عالمهم الخاص تلاقيهم مذعورين وخائفين بشكل ما يفهمه أبداً غير المصابين. يعني لو خرجت مع شخص عنده توحد بعد أن تكون اتفقت معاه لزيارة مكان واحد، وبعدين غيرت رايك في الطريق ورحت مكان آخر، راح تلاقيه منزعج وأحياناً مذعور من هذا التغيير. مرضى التوحد لهم طرق مختلفة في التواصل، فمنهم من يتفادى النظر في عيون الآخرين، وبعضهم يستخدم الرسوم والصور للتعبير عن نفسه. بعض مرضى التوحد يعانون من مشكلة التشخيص المتأخر، مثلاً على مستوى أمريكا، وطبعاً أضرب مثل بأمريكا لأن الإحصائيات في الدول العربية غير متوفرة عادةً. في أمريكا متوسط عمر الأطفال عند التشخيص بالتوحد هو 4 سنوات، تصوروا. لكن حتى وقت قريب يعني لم توجد تقنية تقدر أنها تشخص التوحد في وقت مبكر، إلى أن اعترفت مؤخراً الـ FDA في أمريكا بتطبيق اسمه كوغنوا كجهاز تشخيص من الدرجة الثانية لاضطراب التوحد عند الأطفال. نجح الجهاز في أنه يشخص بعض الحالات عند الأطفال بعمر 1.5 سنة، وهذا قد يشكل تغير مهم مع الوقت في مجال الطب والتشخيص المبكر. التطبيق يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، فهو مرتبط بأجهزة تتعلم كيفية تحليل بيانات وفيديوهات الطفل المريض يتم جمعها من والديه، ليقوم بعدها بتحليل وتقييم حالة هذا الطفل من حيث الأعراض والسلوكيات الظاهرة عليه، ويساعد الوالدين بإعطائهما معلومات عن أنشطة يمارسونها مع طفلهم في المنزل لتقييم تطور حالة الطفل.
الشركة المصممة في طريقها للحصول على الاعتماد الكامل من الـ FDA ليتم استخدامها من قبل الأطباء والمؤسسات. تعرفون ما هي المشكلة الرئيسة لمرض التوحد؟ هي أن العلماء مو بقادرين يعرفون حتى الآن ما أسبابه وما العوامل اللي تؤدي إليه. فهناك من يعتقد أنه بسبب عوامل بيئية وصحية، مثلاً كتعرض الأم لمرض أو عدوى أو نوع من المواد الكيميائية أثناء الحمل، من يدري؟ لكن المؤكد هو أن العوامل الجينية تلعب دور كبير في الإصابة بالتوحد. من أكبر التحديات اللي تواجه العلماء والباحثين هي عملية تحديد الجينات المسؤولة عن التوحد اللي تقدر بنحو 100 جين مختلف تحت الدراسة. يعني حتى الآن لم يكشف إلا عن 3 أو 4 منها. في دراسة نشرت في عام 2016 قام بها مجموعة من الباحثين في كلية الطب في جامعة اسطنبول، قاموا بدراسة على مجموعة من المصابين باضطراب التوحد، فوجدوا أن أدمغتهم تفتقد لنوع معين من الأحماض الأمينية يدعى BCAA لخلل في الجين المسؤول عنها. وفي معهد بحوث الطب الحيوي في برشلونة اكتشف باحثون أن جزيء أو مولكيول يدعى CPEB4 اللي ينظم إفراز بروتينات مهمة لعمل جينات الأجنة معطل عند المصابين بالتوحد. تمكن هؤلاء الباحثون من العثور على رابط بين الخلل في وظيفة 200 جين تقريباً وبين القابلية للتوحد، ولاحظوا أن العيوب في CPEB4 تؤدي إلى خلل في معظم هذه الجينات 200. ويقول ألبرتو باراس أحد الباحثين في هذه الدراسة، بما أن CPEB4 معروف بتنظيم الكثير من الجينات في خلال التطور الجيني، فإن هذا البروتين يظهر تصلة محتملة بين العوامل البيئية اللي تغير نمو الدماغ والجينات وتخلي الطفل ميالاً للتوحد. التواصل بالأعين قد يكون عملية سهلة لأي شخص عادي، لكن المصابين بالتوحد ما يقدرون يتحملونها لأنها بالنسبة لهم عملية صعبة ومخيفة أيضاً. وسبب وراء ذلك يرجع إلى منطقة في الدماغ تسمى اللوزة الدماغية أو أمجدلة، وهي المنطقة المسؤولة عن المشاعر. لما شخصين يتلاقون بالأعين هالمنطقة تنشط لكن بشكل قليل، بس في حالة مرض التوحد يرتفع نشاطها بشكل كبير، ولذلك تتضخم في داخلهم أحاسيس التوتر والخوف. في تجربة قام بها مجموعة من العلماء بحقن عينة من مرضى التوحد بمادة تسمى بوماتينايد، هذه المادة تخلي مستوى نشاط اللوزة الدماغية طبيعي عند المصابين بالتوحد. وبعد الحقن قاموا بعرض تعابير وجوه مختلفة أمام المرضى وتابعوا حركة أعينهم، فلاحظوا أن هذه المادة كان لها تأثير فعال عليهم، حيث أنها ساعدتهم في إطالة مدة تواصلهم بالأعين، كما أنها ساعدتهم في التفاعل لمدة أطول مما تعودوا عليه. هذا يعطي أملاً كبيراً في أن يقلل هذا الدواء من الضغط اللي مر به المصاب بالتوحد. هل يمكن للروبوتات أن تساعد مرضى التوحد؟ في عام 2017 أكدت دراسة في جامعة بريستول أن أطفال التوحد يواجهون مشكلة في فهم وتفسير تعابير الوجه، لكنهم أطفال حساسين، فهم يشعرون لما حد مثلاً يكون ملان منهم أو غضبان أو ما يطيقهم. والروبوت هذا ميزته في تعليم الأطفال المتوحدين أنه ما يوحي لهم بمشاعر سلبية أبداً ولا حتى يحكم على سلوكياتهم، ولذلك يشعرون حوله بالأمان وعدم التهديد. ومن هنا ظهر ابتكار الروبوت مايلو. يقوم الروبوت مايلو البالغ طوله قدمين
بمساعدة الأطفال من سن 5 سنوات حتى 17 عاماً على قراءة تعبيرات الوجه المختلفة وربطها بالمشاعر، حيث يعرض مايلو تعبير بصري للطفل المصاب بالتوحد، ثم يطلب منه بنبرة صوت ما تتغير أن يختار التعبير المناسب من بين عدة اختيارات معروضة أمامه. والآن تستخدم تقنية الروبوت مايلو في المنشآت التعليمية في 27 ولاية أمريكية، كما تستخدم أيضاً في كندا وأستراليا وبريطانيا. طفل التوحد هو طفل ذكي ويهتم بالتفاصيل كثيراً، وفي أغلب الأوقات بتلاحظون بأنه يفضل الطرق البصرية في التعلم والتعبير. حد من الناس يشوف بأن التعامل معهم هؤلاء الأطفال هو تحدي كبير عليه، ولكن إذا حبيت أنك تساعده فقط أعطه حب واهتمام ووقت أكثر، وتفاهم معه بطريقة تريحه في التواصل معك. أنا واثق بأن المستقبل مليء بالحلول والعلاجات للتوحد وغيرها من التحديات لتواجه البشرية التي لابد أن نتغلب عليها كبشر.